guys. Hi guys. It's been a year and a half since we launched the first phone from Poco. السلام عليكم. حتى نفهم أهمية البوكو فون لازم نرجع بالزمن شوية لورا. البوكو F1 أنت عليه شاومي بشهر الثامن من عام 2018، واللي بنزوله غير المفهوم الساد للهواتف المحمولة عالية الأداء مقابل القيمة، وكان بالموعد وقدم أفضل المواصفات وبسعر مغري لجميع المستخدمين، واللي بدأ بأقل من $300. وبهذا الأداء والفئة السعرية المناسبة حقق نجاح باهر، لكن الكل بقى يتساءل وينتظر شو وقت ينزل الجيل الثاني من هذا الجهاز. لكن شاومي فاجأتنا بعد 15 شهر تقريبا، فصلت هذه العلامة تحت اسم جديد هو بوكو، وبذلك تبدي مرحلة جديدة وتعلن عن أول هاتف لها بالهند باسم بوكو X2، وهي نسخة طبق الأصل للهاتف الريدمي K30 اللي أعلنت عليه شاومي بالصين بنهاية عام 2019، ويعتبر كجهاز فئة متوسطة. أهلا بكم، وياكم محمد من قناة تيك تايم، ومراجعة جهاز بوكو الجديد X2، فخليكم ويانا. Audio Jungle. شاومي بعام 2019 تفننت بتصاميم أجهزتها، والإكس 2 دليل واضح على ذلك. يتميز الجزء الخلفي بلمعة جميلة وفينشينج عالي، ينطيه مظهر بريميوم وبألوان جميلة جدا، الأزرق والبنفسجي والأحمر، تدرجات غاية في الروعة. وجزء الخلفي تصميمه مستوحى من المضموم 130 برو ببيض كاميرات داري اللي مصنوعة من البلاستيك، أما الأجزاء الأخرى من الأمام والخلف فمصنوعة من الزجاج ومحمية بطبقة حماية الجورين غوريلا كلاس 5. هذا المظهر راح يخليه بسرعة يتوسخ أو تطبع بصمات صبعك عليه، والتليفون بسهولة راح يزحلك من إيدك. عندنا أيضا بالجانب الأيمن موجود بصمة أصبع مدمجة بزر الباور، بسهولة توصل لها وسريعة جدا بالاستجابة، بالإضافة لوجود تقنية التودي فيس اللوك لفتح الجهاز. أيضا الجهاز حصل على مقاومة رذاذ المي، يعني مطرة خفيفة ما راح تعرضه للتلف، مع دعم تقنية الاي ار بلاستر بجزء الأعلى من الجهاز، مع وجود فتح السماعات الرأس 3.5 ملم بجزء الأسفل. بوكو حققت خطوة كبيرة، والسبب وجيه جدا، هو شاشته اللي من نوع IPS LCD بحجم 6.67 انج، دقة Full HD Plus، كثافة بكسلات 384 بكسل لكل انج. هاي الارقام وهاي المواصفات موجودة باغلب التليفونات الموجودة حاليا بالاسواق، لكن الشيء المثير للاعجاب بهذا الجهاز هو معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وبهذا المعدل فرض نفسه كواحد من اعلى الهواتف الذكية تحديثا للشاشة وبسعر اقل منهم. لكن شغلة خليها في بالك، صحيح ان الشاشة تدعم معدل التحديث 120 هرتز، بس هذا ما يعني بالضرورة ان المحتوى المعروض راح يشتغل على هذا المعدل، ومو بس بالألعاب وحتى بالواجهات معدل التحديث راح يتحول بصورة ديناميكية بين وضع 60 و 120 هرتز. وإذا تأخذ لك فرة بجوجل بلاي فما راح تلقى لعبة تشتغل على معدل التحديث 120 هرتز، وهاي مو مشكلة الشركة، مشكلة المطورين. لكن بظل وجود هاي معدلات ما التحديث، فراح نشوف أيضا المطورين راح يشتغلون على هذا الموضوع، ونشوف لعبات تدعم معدلات تحديث شاشة عالي. الشاشة بصورة عامة باستخدامك اليومي جيدة جدا، حالها حال شاشات الـ LCD، وضوء الشمس المباشر سطوحها ممتاز بـ 500 نيتس، بس بالأضاءة الخلفية ما متساوية، وهذا الشيء ملحوظ خصوصا إذا تعرض محتوى غامق. أيضا موجود على الشاشة كبسولة بها كاميرتين السيلفي. نقطة الجاذبية اللي كانت بالبوكوفون F1 هي المعالج اللي كان قاتل حقيقي للكبار، وبأقوى معالج بسنته سناب دراجون 845 وبرام 8 جيجا بايت، وقدم أداء خرافي وبسعر خرافي. بس هذا الجهاز إجا بمعالج فئة متوسطة سناب دراجون 730G وبمعالج رسومي الأديرينو 618، وهذا راح يخليك تلعب أي لعبة براحة راحتك وبأعلى فريمات. ايضا موجود عندنا تشكيلة ذواكر 6x64 و6x128 و8x256 جيجا بايت، وكلها من نوع UFS 2.1، مع دعم البطاقة الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجا بايت. تليفون اول ما طلع من الباكيت وشغله بنظام الاندرويد 10 وبواجهة شاومي الاحدث MIUI 11. ايضا راح تستمتع ببطارية ممتازة جدا بحجم 4500 ملي امبير، واللي تدعم الشحن السريع بقوة 27 واط. هاي الشاحنة راح تلقاها موجودة بالباكيت، ويتم شحن الجهاز عن طريق منفذ الشحن USB Type-C. البطارية باستخدامك العادي والمتوسط راح تكفيك يوم واكثر من يوم. ظهر التليفون موجود عندنا 4 كاميرات، الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل F1.9 ومتحسس سوني الأحداث IMX686. عندنا الكاميرا الثانية الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل F2.2. عندنا الكاميرا الثالثة الخاصة بالديبث أو استشعار معلومات عمق الصورة بدقة 2 ميجا بكسل F2.4. والكاميرا الرابعة والأخيرة الخاصة بالماكرو بدقة 2 ميجا بكسل F2.4.
تدعم هاي الكاميرات تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أطار بالثانية. أيضا تدعم تصوير فيديوهات بطيئة الحركة بدقة 720 بسرعة 960 أطار بالثانية. أما كاميرات السيلفي فالأساسية بدقة 20 ميجا بكسل f2.2، والكاميرا الثانية الخاصة بالديبث قوة 2 ميجا بكسل f2.4. نتائج اللي طلعت من هاي الكاميرا جيدة بس مو الأفضل. نهاية الفيديو أصدقائي، بوكو أعلنت عن هذا الجهاز بسعر 225 دولار نسخة 6 ب 64 جيجا بايت، وبسعر 280 دولار للنسخة الأعلى 8 256 جيجا بايت. الجهاز راح يتم بيعه بالهند بداية من يوم 11 من هذا الشهر على الموقع الإلكتروني فليب كارت، لكن ماكو أي أخبار عن إمكانية توفره بقية الأسواق العالمية. التليفون جيد جدا لمعدل تحديث شاشة عالي، ويعتبر من بين الأجهزة الأرخص اللي يجي بهيج معدل تحديث، بس ماكو شيء سحري أو مختلف بهذا الجهاز، وللأسف ما جسد تميز هاي العلامة والنجاحات اللي حققتها. شاركونا شباب آراءكم بصندوق التعليقات، إيش تتوقعون هاي العلامة الجديدة راح تبرز ضد هواتف شاومي وريلمي أم لا؟ هذا ما عدنا بهذا الفيديو، إن شاء الله ملتقانا في فيديو قادم، لايك وشير الفيديو إذا عجبكم، أشوفكم إن شاء الله على خير، في أمان الله.